مشهد كنا نسيناه، مشهد كنا نسيناه، وابتدينا مع روابط الأندية نتكلم عن التطوير اللي شهدوا التشجيع المصري وملاعبنا المصرية، ولكن عدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر. وأعتقد إن أحداث لقاء الزمالك واتحاد الشرطة لن تمر مرور الكرام، وتوفيق السيد بيوقف اللقاء للمرة الثانية نظرا للهتافات. أدنا تقريبا 4 دقائق، اللقاء متوقف، وأسامة فتحي مش قادر يروح ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، وعبد الواحد السيد خرج علشان يهدي الجماهير، وادي الكارت الاحمر والطرد لحازم امام. وشيكابالا اللي كان مشهور بالعصبية والانفلات هو اللي بيسيطر على حازم امام. على فكرة شيكابالا اكتر لاعب شارك مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم. الكل اتكلم والكل قال يا ريت ما ننفخش في النار ونزود التعصب، نستمتع بالكرة ونستمتع بالتنافس، والفريق الأقدر اللي جاهز أكتر اللي قدر إن هو يستثمر النقاط منذ انطلاق البطولة هو اللي يقدر يفوز. لكن زي ما بنقول لعبنا بالنار، وآدي لقطات كانت اختفت تماما من ملاعبنا. صحيح اللقطة ديت فيها شك كبير جدا في أحداث الشوط الأول من نصيب شيكابالا، ولكن الأخطاء التحكيمية هنعيد ونكرر لازالت معترف بيها. ساحب رجله الثابتة، والتأكيد والإثبات هيبقى إن شاء الله مع الكابتن وجيه أحمد. لكن اللقطة ديت ما كانش فيها حاجة، لقطات مخرج اللقاء بيحاول ان هو يقدم اسباب لانفعال وثورة الجماهير البيضاء اللي موجودة في استاد القاهرة الدولي، ولكن هذا الانفعال غير مبرر. شفنا امبارح برشلونة والارسنال قد ايه في حضارة وقد ايه في تطور ورقي، جمهور بيشجع وبيستمتع، ومهارات وأهداف وكرة على أعلى مستوى. طبعا لا مجال للمقارنة ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري المصري، ولكن الصورة الحضرية ودي اللقطة المضيئة الوحيدة في هذا اللقاء، لقطة الدقيقة 23 والتقدم لاتحاد الشرطة عن طريق محمد الفيومي. لازال اللقاء متوقف، أدنا تقريبا 8 دقائق. لقطات غير مرغوب فيها، طبعا تأخر نادي الزمالك بهدف قد ينهي طموحاته في اللحاق بالمارد الأحمر النادي الأهلي، رغم التعادل النهاردة للنادي الأهلي 1-1 وخسارته لنقطتين في رحلة البحث عن الوصول إلى خط النهاية بكل قوة وإصرار. أدي التسديدة الحلوة اللي عملها شيكابالا، ولكن العارضة كانت ليها بالمرصاد. شيكابالا، وادي المدرجات وادي المقاعد اللي اتكسرت. طب ده اسمه كلام، ده استاد القاهرة الدولي كل شوية نقفله علشان التجديد وعلشان يبقى فيه كراسي ناس تقعد عليها ويبقى فيه شكل حضاري كبير جدا. ادي الكراسي كلها متكسرة
وشيكابالا بيقوم لوحده بدور التهدئة، وتوفيق السيد هيقول هعمل ايه، ولقطات وضرب وانفعال وحاجة بعيدة تماما تماما عن لغة الرياضة. الأستاذ عصام عبد المنعم في المقال الأسبوعي في الأهرام الرياضي كان أشار إلى التعصب سواء في ملاعبنا المصرية أو في ملاعبنا العربية، وذكر أكثر من مثال على أحداث الشغب اللي شهدتها الملاعب العربية وبيشهدها اليوم الدوري المصري في لقاء الزمالك واتحاد الشرطة. النقيض تماما تشوفه في الملاعب الأوروبية والاحترافية، والاحترام والتشجيع وكيفية تقبل الهزيمة وثقافة التنافس. وكرة القدم لها وجهين، الفوز الثلاث نقاط وعدم التوفيق تعني الخسارة. لازالت بعد 10 دقائق أو 11 دقيقة لازالت المحاولات مستمرة من أجهزة الأمن ومن لاعبي نادي الزمالك إنهم يهدئوا من روع الجماهير الزملكاوية الغاضبة لتأخر فريقها ولتعنت توفيق السيد من وجهة نظرهم. ابتدأ